معلش لحظه لحظه نحن استاذ دافيد ما حدا ما عم بيترك الامر خلينا نسمع بليز انتم مزعوجين انه الاعلام عم بيضوي على الامر لانه ما بيناسبكم انه تبين الحقيقه قدام الراي العام لا حدا عم بيستغلها سياسيا لانه انا لني بالسياسه ولا عضو باي حزب سياسي ولا منتمي ولا منتسب لاي حركه سياسيه بلبنان هيدا واحد اذا في سياسيين حكوا بالامر حكوا لانه عم بيدافعوا عن الحق اذا هيدا الشيء بيزعجكم هيدا هيدي مشكلتكم نحن لما بنطلع وبنقول للراي العام عم نسرد الوقائع وبنقول لكم خي تفضلوا حطوا ناس بوجنا يقولوا لنا شو هي الوقائع غير هيك طب وين كان في يعني شيء نافر مبين انه في استغلال سياسي ولا خلينا نسمع هيدا التوضيح معلش معلش رح ناخذ الحق يعني معلش ما عم ناخذ ونعطي تفضل لما على مده اسبوعين وثلاثه وسائل بعض وسائل الاعلام وبعض السياسيين بدون ما سمي كل اللبنانيين بيعرفوا ما عندهم لا شغله ولا عمله الا الكلام عن انطون السحناوي هذا استغلال سياسي ولما بعض الناس بيتدخلوا لدى بيت السحناوي وبيطلبوا انه يصير في عمليه تسويه ماليه لاسقاط الدعوه، هيدا استغلال مالي، يمكن السيد زين ما يكون له علاقه فيها. لا 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 هوني 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 ما عم يتهمك لا لا بس انا بدي اوضح امر للراي العام، من النهار الاول من النهار الاول لانه بفتكر هيدي المشكله عم بيعطش الخط شوي من النهار الاول بعد يعني بعد ما قضى يومين ثلاثة بالمستشفى وبعتوا ناس لهن يجرب لا لا ما معروف معلش عم بقطش الخط شوي هلا رح نرجع نكفي معك استاذ دافيد تفضل اوكي أنا ما بدي فوت بالأجيال بس بدي أوضح قصة الاستغلال المادي يعني هيدي هلا هو ما عم بيقصد عنك عم يقصد إنه المحيطين بالموضوع يمكن الإعلاميين أو بعض الإعلاميين أو يمكن لا في إعلاميين ولا من يحزنون هن بعتوا ناس لا يجربوا يعملوا تسوية بيني وبينه وعرضوا مع انه ما عندهم شيء غير يعرضوه غير المال وانا رفضت وهذا اللي عم بجننهم انه انا كرامتي ما ببيعها وانا ماني مستعد اتنازل مش بس عن حق الخاص انا اليوم حامل على كتف الحق العام يلي الدوله اليوم منا هي كثير مهتمه انه تطالب فيه لانه برجع بعيد في اليوم في محاوله لتصغير الوضع انه في كثير ناس وفي قضاة بيقولوا لك حتى وفي سياسيين شو بيقولوا لك بجربوا انه يسخفوا الموضوع ما هي المشكله انه لو القضاة بيحسموا بيقولوا كلمه حق ما كان في مشكله انه طيب ما كل يوم بيصير في حادث جريمه بلبنان وكل يوم بيصير في هيك ليه هالقد عم تهيدا اول شيء مش كل يوم بيصير حادثه تحصل قدام 200 شاهد بلبنان ونحن بس اليوم كمان نتاسف انه في موقوفين بالملف يعني في ناس توقفوا اللي اطلقوا النار توقفوا اول شيء مش اللي اطلقوا النار علي يعني اطلقوا نار بالهواء لا يجربوا يفرقوا الناس للفاعل طب بركي طلع بكره بالتحقيق انه هن اللي اطلقوا النار بدك تقول انه انا لقضاء يعني مش طب انا ما بعرف شكله للشخص اللي كنت قاعد تحته وعم شوفه عم بقوس علي هلا انت فيك تقول انه مش هو لانه بدك لنقول لنفترض نقولها بالعربي المشبرح مثل ما عم تنقال انه انت بدك تاذي السحناوي ما حتقول انه هو انا اذا في واحد منهم بقول هيدا اللي قوصني مثل ما عم بقول بامره السحناوي ما بغير شيء بالموضوع بس اذا بدك ترجعي للحادثه انا بلاقي الدليل القاطع انه هي جنايه ومحاوله جريمه قتل ولا انه حدا يقنعنا بالعكس انه لما خلص الموضوع عكس لما شو ادلى فيه انطون السحناوي اليوم لما هو من اخر ناس خرجوا من الملهى ولما كان عم بيخرج كان محاط بمرافقينه وبعضهم عم طب شو خصو انطون السحناوي اليوم اذا الامن تركوا يطلع واذا القضاء اليوم فوتوا على فوتوا على التحقيق وما طلع من من التحقيق الا هو خارج من الملهى وانا عم بيتصفى دمي جوا ماسك كاسه بكل طب انت حقك من وين بدك تاخده وعم بحكيكي كلام شهود انه اذا القضاء اخلى سبيله وما اكيد بناخده لا بناخده من القضاء ما خلصت القضيه بعد قدام قاضي التحقيق وبكره نحن متاملين انه بيطلع قرار ظني عندك ثقه بالقضاء طبعا 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 يعني عندك ثقه انه ما عندك شك انه يمكن انه يصير في تاثير على القضاء بهالقضيه لا ما هيدي الوقاحه اللي انا هلا كنت عم بتسمع لها انه صرنا نحن يلي عم ناثر على القضاء ونحن صرنا اصحاب المال والسلطه والنفوذ ونحن يلي مشغلين طيب. خلينا نشوف شو بعد اذا بحب يسمع قدام دفع لاعلاميين لما يحكوا عن الموضوع هو بيعرف عن شو عم بحكي انا ويعني خلص والله في محل عيب ترموا مأساة العالم والام العالم احترموا انه في ناس انصابت احترموا انه في ام بكت على ابنها لانه قالوا له عياط شو على خمس ساعات مفكره انه عياط شو له اجره
احترموا انه انا لو العينيه الالهيه كنت متت، احترموا انه انا لو ما رفعت اجري في رصاصه كان جاي براسي، احترموا انه انا لو ما بنت اجت ربطت لي اجري كانت صفى دمي، احترموا انه لو ما في معك احترموا انه لو ما في صديق هو قرر وما ينطر للاسعاف انا واخذني وجبر اصحابي يحطوني بسيارتي، ولو ما كان بالمستشفى رجع على قرب من الميزون بلانش انا كمان كان صفى دمي، وهيدي كلها بشهاده الدكتور يلي عمل لي العمليه. احترموا كل هالشيء لانه انا اذا ما مت اليوم مش لانه طول صحي وما كان بده يقتلني، لانه العينيه حلق. الالهيه وربنا اقوى من اي طاغيه، ربنا اقوى من اي طاغيه. خلينا رايقين. نعم تفضل. اول شيء وهذا كل اللي عم بحكيه بتقرير الطبيب الشرعي يقول وقاحه، هيدا مش وقاحه. انا ما عم يقصدك لك، يمكن عم يقصد كثير. لا لما بسمع انا كلام انه نحن عم نضغط على القضاء معه. يعني صارت لا انه اذا لم تستحي فافعل ما تشاء. انا انا ما جيت على القضيه الانسانيه اللي بتتعلق فيه طبعا. انا كنت بتمنى عليك تكتب اول شيء عن القضيه الانسانيه، بس انا انا معود. خلينا نسمعه شوي. مازن معلش اعطيه حق دائما الناس هن يعملوا عملتهم. اعطيه حق الراي الاخر معلش اعطيه حق. تفضل تفضل. نحن انا في غاده بدي اقول لك شغلي. نعم. السيد زين عم بيحاول يلعب دور انه هو ضحيه وهو مسكين. لا انا لكان مذنب. انا عم بقول لك شغله سيد زين، نحن اللبنانيه بنعرف بعضنا ونحن كلنا بنعرف والملفات كلها موجوده. اذا بدك تقعد تحكي هذا الكلام كلنا بنعرف نحن شو انت وشو عليك وشو عندك مشاكل. ميرسي كثير لكلامك، بس انا ميرسي كثير لكلامك الحلو. ميرسي كثير. نحن كمان بنعرف وبنعرف شو في عليه لانطون السحناوي من دعاوى وعلى شركاته الماليه. خلينا نضل حاطين الاطار بالقضيه، خلينا نضل حاسرين الاطار بهيدي القضيه. طب ليه ما بنرجع فسرنا استاذ دافيد عيسى بما انه وعامل محامي دفاع عنه لانطون سحناوي. اول ما صارت الحادثه بليز انا عم بوجه لك سؤال، كانت الروايه الاولى حسب مكتب اعلامه لانطوان السحناوي انه صار في تبادل نار، هذه كانت روايتهم الاولى، وكان في دفاع عن النفس. حدا يفسر لي وين الدفاع عن النفس لما حتى تقرير الطبيب الشرعي هذا عم بيحكيك عن ادله جنائيه، قال انه انا كنت محطوط على الارض وانا ما حدا قال اني معي سلاح، كمان يعني حتى هني ما قالوا اني معي سلاح، وعم بقوس علي من فوق واحد ثلاث رصاصات وفضه مشط، لانه كمان بلنت الادله الجنائيه انه في رصاصات حوالي ما صابتني. قالوا لي وين الدفاع عن النفس؟ بعدين هل يعقل انه يكون كان صار في تبادل نار؟ يعني تصوري مجموعتين مسلحين وحده بوجه وحده، ايه كيف صار تبادل نار وانا المنصاب الوحيد وقال انا واقف ورا زلماتي؟ يعني طب اول شيء اذا هان في تبادل نار كان في حدا غير انصاب اول مره. في حوادث ثانيه مثل مشابهه لهالحادثه هيدي. خليني كملي. وهذا اللي عم نحكي سقطت الروايه الاولى. انه اذا اليوم بدنا نعرف اذا اليوم بالقانون اذا صار في اطلاق نار هل مطلق النار هو اللي بده يتوقف ولا اليوم عم ينقال كمان استاذ دافيد انه السلاح هو غير مرخص، شو صحة هالكلام؟ لا بينت بالتحقيق. غادة ست غادة اذا بتريدي انا ماني عم فوت بهيدي التفاصيل. هيدي التفاصيل بليز فتلنا. ما هي لحظة هو يعني نعم تفضل بدنا نفوت بالتفاصيل. تفضل ما عندي علم فيه. انا عم بواجه عم 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 بواجه الكلام اللي قاله السيد زين. انا بحب هو شرح. انا سألتك سؤال استاذ دافيد خسرني خليه يرد. نعم انا بقول لك شو قالوا الشهود بيقولوا انه السيد انطون السحناوي وصل على المطعم ما معه خبر انه مازن زين موجود. هيدي قلتها استاذ دافيد مش بالضروره تكرر. انا جاوبتك على السؤال، هيدي مش شغلتك، خلي الشهود يطلعوا على الهواء هلا. طيب شو انت عم تطلع محلهم؟ يطلعوا هن على الهواء ويدلوا طيب ويقولوا لنا اساميهم ويتفضلوا على التحقيق. وين المشكل اذا تضوى على القضيه استاذ دافيد؟ كونه قضيه عم تتكرر، يعني في حوادث ثانيه مرافقين اطلقوا النار وقوسوا وقتلوا وهربوا، يعني نحن كلنا شهدنا حوادث من هالنوع، هل يجوز انه دائما يضل في سلاح مع المرافقين؟ خلينا نسمع اقله لما تتكرر يا استاذ غادة. خلينا نسمع اقله تضوى على الموضوع لما تتكرر. يعني اذا ما كان في عمليات مقصوده وصار في استفزازات وشباب مع سلاح بدها تقوس حادثه بحد ذاتها بنستنكرها وبنقول ما كان لازم توقع وما كان لازم تصير، ولكن اللي انا كنت عم بقوله وبريد اقوله انه انطون السحناوي هيدا ابن عيله، ابن زلمه منه بس اذا ابن عيله استاذ دافيد ما بيعني انه بدي عملت المعامله له غير معامله. شو عم تجرب تعني يعني نحن اولاد شارع؟ يعني ما فهمت
نحن بيت السحناوي، معلي خليني انا باخذ هالفرصه لاقول قد ايه انا بحترم عائله السحناوي الكريمه، ونعرف قد ايه عطيت هالوطن. طيب خلي ما حدا عم بيشكك بهالشيء، خلي كفي، ما حدا عم بيتعرض لبيت السحناوي ولعائله السحناوي، عمل معروف. السحناوي بفوت على مطعم منه جاي ليعمل مسكن، انطون السحناوي فايت لحتى اكوارش هذا بتكون غير هيك. اليوم صار حادث، انطون السحناوي اكيد مش هو اللي عاطي امري اوصل، انطون السحناوي ما عنده منه مجنون ليحط الفرد. ما كنت عم بتقول انه خلي الصداع يحكم يا شيء، عارف انه نتيجه عمل مثل هذا بيرتد علي وعلى عائلته وعلى مؤسسته وعلى 1500 عائله عم تعتاش من عنده. انطون السحناوي منه رجل مجنون ليجي يعني القصه عم تنوضع اول شيء. هيدي وجهه نظرك، القصه عم تنوضع باطار انه السلاح مع الناس مع المرافقين هو خلينا كل لحظه ممكن انه يتم اطلاقه. يعني الجريمه ما كلها كل الجرائم ما تمت، ما زين كمان خلينا ننطر القضاء لحتى انت تتهمه الاتهام هيدا المباشر. انت عم تتهمه بمحاوله قتل مباشره. انا مدعي عليه. هلا الموضوع الاخر هو هل يجوز انه شخص محمل ناس معه سلاح بده يكون مسؤول عنهم او لا؟ هيدا سؤال كبير لازم يتوجه للحكومه اللبنانيه، لازم يتوجه لوزاره الدفاع، لوزاره الداخليه. هل يجوز انه اوقات نواب اوقات ناس عندهم حصانات ما حدا بيطالهم مرافقينهم بيحملوا سلاح وبقوصوا على العالم؟ هيدا الاطار العام للموضوع. هل عندك راي فيه استاذ دافيد؟ خلينا نسمع رايه بالموضوع، تفضل. بتغدى. نعم طبعا عندي راي في هذا الموضوع. لم نعرف انه لبنان بلد السلاح موجود فيه بكل عند كل الأفرقاء من دون تمييز. العالم كله اليوم كل المسؤولين والشخصيات تعرضت، مرقت مرحلة كان في خطر على حياتهم، وما بعرف إذا اليوم بعد في خطر. في ناس عندها هاجس، وهيدي الناس حقها. بس أنتون سحناوي ما أنه رجل سياسي ليكون عنده 10-20 مرافق، ولكن أنا ضد انه استعمال هذا السلاح الا بحالات الضروره لما بيكون الشخص عم يتعرض للاغتيال. صحيح. هذا انا مجبور خلينا رح تضل الكلام الاخير لك لانه بدنا نسكر الخط. في اعال بس انه انا الكلام الاخير السؤال. هول الاربع اشخاص. طيب حابب انك تضل معنا، بدي اوجه لك سؤال. الاربع الاشخاص يلي فاتوا وغيرهم مسجونين، غير المسجونين في نحن بنقول في شيء ثمانيه غيرهم. اول شيء باعتراف الاربعه الموقوفين انه هن بياخذوا رواتب مدن من انطون السحناوي ومن مصرف هيدا، والسياره اللي اجوا فيها هي مسجله باسم شركه فيديوسيا اللي تابعه لمجموعه السوسيتي جنرال، وسلاحاتهم بيجوا بياخذوهم من تحت بيت انطون السحناوي بياخذوهم منه، وبس خلصت العمليه هيدا عم بحكيك كلام لهم قدام قاضي التحقيق راحوا تحت بيته لانطون السحناوي وسلموا الاسلحه. طيب وهول الاشخاص لما سالهم القاضي قال لهم تعرفونا مازن الزين؟ قالوا له لا. قالوا له عندك مشكله؟ ما قالوا له لا. في حدا يفسر لي اذا مش معلمهم رئيسهم هو عاطيهم امر او طالب منهم يعملوا هالشيء؟ انه دائما اذا ناس مرافقين لشخص ليه بده يحطوني على الارض ويقوصوا علي بطريقه مباشره ثلاث يفضوا مشوطه حوالي؟ في حدا يفسر انه كيف بدك تجرب تقنعنا انه شو من وين اجوا هالاشخاص؟ ما انه هن موظفين عنده وبيشتغلوا عنده ومدفوعين من عنده واسلحتهم. طيب. غير مرخصه. طيب خلينا نسمع الغير له لانه رح يخلص وقتنا. فضل. خلينا نسمع له قبل ما يخلص وقتنا. عندي شيء كثير مهم اقوله. بطرح علي سؤال انه اليوم هذا الكلام اللي عم بيقوله في دافع وراه هو تشويه سوري طنطون السحناوي. ليه جاوبني على سؤالي؟ شو مين عم جاوبني على سؤالي؟ ليه هول الاشخاص اذا معلمهم مش عاطيهم امر يعملوا هالشيء بدهم يقوصوا علي؟ قلي جاوبني. هلا في تحقيقات اذا قالوا انه هو عطينا امر ساعتها ببين بالتحقيق. بنشوف التحقيقات بدها تتلاقى على اللي هن موقوفين. في ناس قتلوا وهربوا ومتوقفوا يعني. لانه هلا في ناس عم تنحط كبش محرقه لانه مرتزقه او لانه معترين عم يدفعوا لهم قرشين لعيالهم انه قاعدين بالحبس. ما نجرب نضحك على الراي العام. لما بتقول انه ما نجرب نضحك على الراي العام، عن جد ما نجرب نضحك على الراي العام. طيب نحن عم بقطش الخط معك استاذ دافيد، في شي كلمة أخيرة بتحب تقولها قبل ما ننهي الاتصال معك؟ أنا بتمنى إن على السيد زين إنه يرجع يعيد ضميره ويترك للقضاء. طيب. هو يعطي كلمة الفصل. ميرسي. وما ينطق. وأنت رجع لضميرك كمان. انزع اسم أنطون السحناوي. طيب. عايب. شكرا لك بكل الأحوال. هو نزع حاله بإيده يعني. شكرا لك استاذ دافيد. بجرائمه. عملت بإيده بجرائمه.